ضيفتنا اليوم تؤمن بأن الفن جوهر قبل أن يكون مظهر وإحساس، قبل أن يكون لوحة وألوان. إلهامها الإبداع من الواقع، رؤيتها تتضح جلية في لوحاتها رح ستعرض في افتتاح مرسمها قريبا. نرحب بضيفتنا التشكيلية عبر زوم لطيفة أحمد. أهلا وسهلا لطيفة. أهلا وسهلا لطيفة. ما ادري كانت تسمعنا زين او لا. اي على بال ما يجهز الاتصال يبدو ان لطيفه ما تسمعنا يعني. فخلينا نتكلم عن الفن التشكيلي واقبال كثير من البنات والشباب على الفنون التشكيليه بصفه عامه، مو بس كذا كمان ابداعهم في جميع المجالات اللي تخص الفن التشكيليه من نحت ورسم وغيره، وغيره كمان من استخدام ادوات حديثه او دخيله خلينا نقول في الفن، مثلا القهوه وغيرها. وصراحه قد ايش بيبدعوا فيها، واكيد لطيفه هي واحده من هذول الفنانين اللي بنسلط عليهم الضوء كالعاده. دائما نقول انه مهم جدا انه نسلط الضوء على كوادرنا الوطنيه وعلى الفنانين والفنانات في هذا المجال. يمكن زمان ما كان في اهتمام بهم، ولكن اليوم صح. اختلف الوضع كثيرا، اصبح هناك وزاره للثقافه تهتم بجميع انواع الفنون وترعى الكوادر السعوديه في مختلف المجالات، وصار تقام لهم العديد من خلينا نقول العروض والصالات والمعارض اللي بيشاركوا فيها. واكيد جمعيه جسفيت اهتمت كثير بالفنون التشكيليه والفنانين، واقامه اكيد فعاليات وندوات واجتماعات وغيره، حتى في زمن كورونا، حتى في زمن التباعد الاجتماعي واننا نكون عن بعد، ما اهملت الفنانين التشكيليين بل قربتهم عبر زوم وغيرها من منصات بإحداث فعاليات وغيره، حتى يكونوا متواجدين ومواكبين في الساحة. أكيد يا ريم، بس خلينا نرجع للطيفة ونشوف. أهلا لطيفة. أهلا مساء الخير. مساء النور لطيفة. في البداية خلينا نسألك، متى تفجرت عندك موهبة الفن التشكيلي، ومتى كانت انطلاقتك الأولى؟ الانطلاقة الحقيقية لي كانت في أحد المعارض اللي أقيمت في محافظة حي العسير. نعم. وكان هذا المعرض تحت رعاية سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال حفظه الله. كانت هذا أول ظهور لي وأول مرة أقدم أعمالي للناس. أعمالي صراحة يعني نالت إعجاب الناس ولقيت مدح وثناء، وهذا الشيء عزز من ثقتي في نفسي وخلاني أآمن بالموهبة. نعم، ما وصلت للمشاركة في معرض إلا أنه لك أعمال تثبت أنك فنانة وقديرة، فكلمينا عن البدايات، يعني كيف كانت مرحلة اكتشاف الموهبة؟ فين وجدت نفسك؟ في أي اتجاه في مدرسة الفنون التشكيلية؟ بداياتي كانت بداية مثل بداية أي رسام، كنت أتابع دروس عبر اليوتيوب وعبر البرامج، اتابع فنانين، احاول اقلدهم، احاول اكتسب شيء من خبرتهم، ويعني احاول يعني قد ما اقدر اني امارس واجرب لحد ما وصلت الحمد لله لمستويات تاهلني اني اشارك في معارض. طبعا المدرسه اللي انتمي لها هي المدرسه الواقعيه. الواقعيه، حلو. طيب لطيفه، ايش جذبك للفن التشكيلي؟ وهل له علاقه بتخصصك ولا لا؟ اللي جذبني صراحه اخوي رسام، وهو اللي جذبني لهذا الفن وزرع فيني حب الفن والابداع والالوان. وما لا ابدا الفن التشكيلي علاقه بتخصصي، تخصصي في جهه والفن التشكيلي جهه ثانيه. ايش كان تخصصك يا لطيفه؟ اللغه العربيه. لغة عربية، دائما يقولوا لكل قصة نجاح هناك عقبات بل هناك تحديات، فأكيد أنت واجهتك بعض التحديات حتى تثبتي نفسك في عالم الفنون التشكيلية، فكلمينا عن التحديات اللي ممكن قد تكون واجهتك. أنا أكيد واجهت تحديات، واجهت يعني بعض المواقف، لكن يعني قد ما أقدر سعيت إني رغم هذا الشيء، رغم المواقف، رغم التحديات، رغم الفشل، لابد أن يكون في فشل، في عقبات، والاستمرار، يعني الاستمرار، المحاولات، والحمد لله وصلت يعني إلى مستويات أنا أفتخر فيها، وأنا يعني من جد الحمد لله يعني أحمد الله عليه الحمد لله.
طيب لطيفة، حابين نعرف رأيك في اللوحات الفنية الناتجة عن التقنيات الحديثة المستخدمة في الرسم والرسم الرقمي. طبعا هذا المجال موجود فعلا ويشهد تطورات قوية جدا مع تطورات التكنولوجيا، وأتيحت في هذا المجال فرص كبيرة جدا. وللأمانة أنا صار عندي يعني فضول إني أخذ تجربة في المجال الرقمي، لكن يظل الفن التقليدي هو الفن المهيمن والسائد في هذا العالم. أنا ما أدري إذا كان عندنا يعني صور للوحاتك، لأني جدا أتحمست إني أشوف بعض من لوحاتك ورسوماتك، ولكن دائما لكل فنان هناك لوحة قريبة من قلبه لها قصة متميزة ومختلفة، فأكيد أنت تعيشي هذه التجربة أو هذه الحالة مع لوحة من لوحاتك يا لطيفة. لطيفة أنت معانا؟ طيب أكيد حنرجع نكمل حوارنا مع لطيفة. يمكن كنت بسألها يعني دائما هناك في حالة عشق يعيشها الفنان مع أحد لوحاته ويصعب عليه أنه يستغنى عنها أو يبيعها بسهولة. يمكن قبل كم سنة التقيت مع فنانة رسامة تشكيلية وهي يعني كفيفة واسمها نورة ومعروفة باسم رسامة الظلام، ورحت زرتها في المعرض حقها اللي كان مليء باللوحات اللي أبهرتني، وصراحة كنت مرة مستغربة إنه كنت أبغى أثبت لنفسي كيف أنت كفيفة وتصلي لهذه المرحلة من الاحترافية في الرسم والموازنة وأيضا معرفة الألوان ودمجها. فكانت حكايتها جدا معبرة وعميقة جدا، إنه كان كل الناس يستغربوا إنه كيف هي ترسم. فكنت أسألها طب أنت فاتحة مكان معرض لبيع اللوحات للوحاتك يعني، فكم لوحة بعتي؟ تضحك تقول أنا ما بعت ولا لوحة لأنه كل لوحاتي يعتبرهم قصة عشق وحالة ماني قادرة أستغنى عنهم. إنه حاولت تبيع لوحاتها ولكن وجدت صعوبة في الاستغناء عنهم، لأنه كل لوحة لها حالة ولها قصة ولها يعني وضع هي عاشته، ولها كمان تحدي يعني بالنسبة لها يعتبر. أكيد إنه بيكون لها تحدي، بس يعني أنا مثلا لو يجيني أرسم لوحة ويجيني فيها مبلغ ولا أبيعها وارجع أرسم لوحة ثانية. خلينا نرجع للطيفة ونسألها هذا السؤال. لطيفة كنت بسألك إنه أكيد في لوحة مقربة ليكي أكثر من لوحاتك الأخرى، فلو تكلمين عن هذه الحالة. طبعا اكيد لكل فنان قد تكون في بعض اللوحات لها علاقه بمواقف او احداث او فتره صعبه مثلا مر فيها الرسام، نعم. تكون يعني اقرب لقلبه، مثلا جسد فيها احاسيسه ومشاعره، فبالتالي هي الاقرب لقلبه. من ناحيتي صراحه ان كل لوحاتي لها مكان في قلبي للامانه، لكن تبقى في لوحات مميزه، يعني في بعض اللوحات تكون أودي بتقول إنه يعني هي ما عندها مشكلة لو كانت فنانة تبيع كل لوحاتها إذا كان جاها مبلغ كويس، فهل أنت من النوع اللي ممكن تعرضي ما عندك مشكلة يعني تعرضي جميع لوحاتك للبيع، أم إنه هناك لوحات مميزة لازم تحتفظي بها لنفسك؟ لا أكيد طبعا في لوحات مميزة مستحيل أبيعها وهي فعلا لازم أحتفظها لنفسي، وبعض اللوحات ممكن أعرضها للبيع. حلو. طيب لطيفة، سمعنا عن افتتاح مرسم خاص فيك، لو تعطينا شوي تفاصيل عنه. مرسم ستايلز ارت للفن والقهوة. طبعا هذا المرسم، فكرة المرسم هي حل لمشكلة احنا كفنانين تشكيليين داخل محافظة حي العسير نعاني من عدم توفر البيئة المناسبة للفنان، ولا يوجد اماكن مهيئة لممارسة الفن ومشاركة الفن. ففكرة المرسم هي ايجاد حل لهذه المشكلة بتقديم الدورات التأسيسية والاحترافية للكبار والصغار، وتم عمل دورات دفعات أولى للكبار والصغار، والآن مقبلين على دورات دفعات ثانية. وللأمانة فكرة المرسم لاقت إعجاب كبير وحب من الناس، وإن شاء الله بإذن الله تنجح بإذن الله. يعني ذكرتي انه ما فيش اماكن لطيفة، يعني عسير كلها مراسم وكلها اماكن جميلة اكيد تلهم الفنان وتلهم الكاتب وتلهم الشاعر بانه يستوحي منها جمال الطبيعة اللي عندكم ما هو موجود في اي مكان اخر يعني. لا انا ما تكلمت عن منطقة عسير، اتكلم عن محافظة محايل عسير. محايل عسير.
نعم. الحالات اللي أنا موجودة فيها نعم. لا يوجد فيها أماكن مخصصة للفن أي بشكل مستقل. طيب كلمينا عن هذا المرسم الآن بعد افتتاحه، عن الإقبال. أنت بتقولي لقى إقبال كبير، من الفئة اللي تقبل عليكم؟ هل هم صغار كبار؟ إيش العمر؟ شباب بنات؟ فكلمينا أكثر. طبعا البنات الشباب اللي هم في أسناني طبعا، وفي من الأهالي اللي عنده مثلا أطفال اللي تشوف ان طفلها رسام او بنتها على طول، يعني في تواصل كبير جدا من الامهات والاباء معايا انه حابين انهم يقدمون اطفالهم عندي هنا لممارسه الهوايه والاحتراف اكثر يعني. طيب لطيفه، كلمه اخيره حابه توجهينا من خلال برنامجنا. احب اوجه كلمه للاستاذ الكبير الداعم الاول للمواهب في المملكه وخارجها، الأستاذ تركي آل الشيخ، بأن يطلع على فكرة المرسم ويدعم الفكرة لتكبيرها وتوزيع وتكبير دائرة الفن داخل محافظة محايا العسير، لأنه إحنا فعلا كفنانين تشكيليين داخل هذه المحافظة نعاني من عدم توفر البيئات المناسبة للفن والهواية هذه، والمرسم هو الأول في محافظة محايا العسير من نوعه كمرسم يقيم دورات تدريبية وتأسيسية للفنانين، فأتمنى أن الله التوفيق سبحانه وتعالى. أكيد الله يوفقك لطيفة، ولكن أنا يعني أبغى أشوف كم عدد مثلا منجزاتك من اللوحات اللي رسمتيها، كم تصل عددها، وإيش المعارض اللي شاركت فيها؟ يمكن ذكرتي لنا في بداية اللقاء أنه شاركت في معرض هو اللي أبرز موهبتك للناس، ولكن هل هناك معارض أخرى شاركت فيها أو أنك حابة في المستقبل أنك تشاركي فيها، ممكن تكون داخلية أو حتى دولية؟ طبعا العدد الإجمالي صراحة ما عندي عدد إجمالي لوحاتي يعني مرة كثيرة، بس العدد كبير لكن ما عندي عدد محدد. المعارض اللي شاركت فيها، شاركت في عدة معارض داخل محافظة محايا العسير، ومعرض صدر الكرامة اللي يقيم تحت رعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وحصلت على درع صدر الكرامة، وتم اختياري لتقديم عمل من أعمالي لمحافظ المحافظة، وأيضا تم اختياري لتقديم عمل من أعمالي لأمير المنطقة، وأيضا حصلت على شهادة شكر من الغرفة التجارية لمشاركتي بمعرض الغرفة التجارية في عسير، وأطمح بإذن الله أن أمثل المملكة في محافل ومعارض خارجية بإذن الله وعالمية. ما شاء الله عليك يا لطيفة، يعني مجرد يعني أنه هذه اللوحة تقتنى من مكان جدا مهم زي كذا، أكيد أنت موهوبة، وأكيد هذا بحد ذاته دعم لك. وشكرا لك يا لطيفة، وشكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا، إحنا كذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.